قولي بقى مين فيكو دياب؟ انا دياب سعادتك. آه. انت اللي كلمتني في التليفون؟ انا سعادتك اللي كلمتك في التليفون، وكارت الواسطة اهو مكتوب عليه دياب اهو، خليفة بيه حبيبك. اه حبيبي طبعا طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ اشتغلت فين قبل كده؟ انا اشتغلت في حاجات كتيره جدا يا باشا. انا لهلوبه حبيبي. استنى انت شويه، قول لي بتعرف تركب؟ انا ركنت ركنه مره، الشارع كله اتفرج عليها. ركنت ركنه شويه. اركن شويه انت، انا بساله هو بتعرف تركب؟ والله يا باشا انا حاسس ان انا بعرف اركن كويس، حتى العيال صحابي في الشارع مسميني عمر الركين. ده مين دول صحابك اللي لك عمر الركين؟ العيال. انت كذاب. يا انا مش حد الشارع. مفيش حد بيقول له كده في الشارع. لا في. لا لا لا، انت ساكن معاه؟ انا ساكن معاه في نفس العماره سعادتك. هو اضرب، هو اضرب نفسه. انت عندك كده سنس جامد قوي. وعندي سنسور كمان. اه والله مركبه هنا اهو. اهو بص يا باشا. أهو. الله عليك. خد بالك يا باشا. على فكره انا احساسي بيك ما يخيبش. فعلا احساسي بيك ما يخيبش. ساعتك باين متلخبط. انا دياب بتاع الوسط. ايوه ايوه عارف. بص اهو في ايدي، في ايدي وعمال ابص عليه اهو. انا شايفه فعلا. انا معرفه شخصيه بخليفه. ايوه فعلا فعلا. أيوة. قدامي استنى فعلا والله. أيوة. قول لي انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ في السجن ان شاء الله. عليا اقساط مش عارف ادفعها. هايل هايل. يعني انت محتاج الشغل وهتجتهد فيه مش كده؟ وانا سعادتك محتاج الشغل اكتر منه، وانا محتاج الشغل برضه. اخر مرتب خدته كام؟ والله يا باشا ما اقدرش اقول لك اخر مرتب، اقدر اقول لك اخر اسم. اخر مرتب دي حاجه انا ما اعرفهاش اصلا. اها يعني انت ممكن تفرح باي حاجه. لا افرح باي حاجه دي لما تلعب ابن اختك. عيب، انا ساكت من الصبح. ما تعترف نفسك. انا مش طفل هنا. ازاي تكلم الباشا كده؟ انت شفت عيلة الادب عشان اقول لسعادتك يبقى اسمع كلامي. انا دياب حبيبك. انا دياب الوسط. بس هو مش كليل الادب. ليه تربيته كده تربيت شويه؟ الله ينور عليك. ايوه انا عارف. الله يبارك لك. على فكره مبروك، تقدر تستلم الشغل من بكره.